السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي ندوزو لصفحة 191 من كتاب اللغة الفرنسية Les apprentissages en français مستوى 16 ابتدائي Evaluation et consolidation 4e semaine unité 6 الأسبوع الرابع من الوحدة السادسة. الوحدة السادسة اللي كما قلت لكم كاملة متعلقة ببعض التمارين وبعض الامتحانات باش تهيئكم الامتحان الموحد. سيكوريتي روتيير اي كود دو لا روت، سلامة طرقية اي كود دو لا روت وقانون السير. ليكسيك، التمارين ديال اليوم غادي يكونوا في ليكسيك. نبداو بلا بروميير كاسيون. كومبليت لو تابلو، املا الجدول. هنا عطينا واحد الجدول فيه 3 كولون، 3 ديال الخانات، لو مو الخانه فيها مو، خانه فيها الغاديكال، وخانه فيها البريفيكس. شنو هو المطلوب منا في السؤال؟ هو عندنا ديمو هنايا، ديفوالي، امبورتي، سورباسي، الوغ دير، روباسي. المطلوب منا هو اننا نكتبو الغاديكال ديال الكلمه، يعني الاصل ديال الكلمه، والبريفيكس ديك الزياده اللي كتكون زايده، ماشي السوفيكس هذا البريفيكس، يعني بري كيكون قبل الكلمه. دونك الا لاحظتوا كاين الغاديكال والبريفيكس يعني القبل ديالو. نبداو باول كلمه. هنا عندنا ديفوالي، دي فوالي بحال حيد له نقطه. حنا كنقولوا لا فوال كنقولوا هو الحجاب، دونك الحجاب او لا نقطه. الغطاء بصفه عامه كنقولوا دي فوالي بحال حيد الحجاب. دونك فين هو الغاديكال ديال الكلمه؟ الغاديكال هو فوال، هذا هو الاصل ديال الكلمه. فين هو البريفيكس داك الزياده اللي زايده في الاول ديال الكلمه؟ هو دي، دي او اكسون. دونك الغاديكال ديال لو مون سي فوال، اي البريفيكس ديال لو مون سي دي. امبورتي، امبورتي كنقولوا مثلا الاستيراد والتصدير. دونك امبورتي هي استورادة. الغاديكال ديال الكلمه شنو هي؟ هي بور، بور. لو بريفيكس ديال الكلمه طبعا هي داك اللي جاي قبل من بور، دونك ام، اي ام كنقولوا امبورتي استورادة. دونك بور هي الغاديكال ديال لو مون، اي ان هاد اي ام سي لو بريفيكس. ثالث كلمه عندنا شنو هي؟ سورباسي. سورباسي هي تجاوز، مثلا تجاوز محنة او لا تجاوز مرضا الى اخره. دونك سورباسي فين هو الغاديكال؟ يعني الاصل ديال الكلمه عندنا هو باس، باس هو الاصل ديال الكلمه. البريفيكس شنو هو؟ هو سور، كنقولوا سورباسي. دونك البريفيكس دائما هو اللي كيكون في الاول، على عكس السيفيكس هو اللي كيكون في الاخر ديال الكلمه. دونك بريفيكس هو سور والغاديكال ديال لو مون سي باس. رابع كلمه عفوا عندنا شنو هي؟ الوغدير. الوغدير هي اثقل، لوغ هي ثقيل. الغاديكال ديال الكلمه فين هو؟ هو سي لوغ. لو بريفيكس عندنا هنا ا، دونك ا لوغ دير، ا لوغ دير هي اثقل. قلنا الغاديكال ديال لي مو شنو هو؟ هو لوغ، البريفيكس سي ا. اخر كلمه روباسي، يعني بحال داك اللي كنقولو، يعني نقولو روباسي يعني بحال كتكوي الملابس ديالك، يعني كتحددهم. دونك روباسي فين هو لو غاديكال ديال لو مو؟ سي باس. لو بريفيكس سي ر، كنقولو روباسي، الغاديكال سي باس، اي لو بريفيكس سي ر. دونك غادي نعاود نقرا. عندنا هنا لو مو ديفوالي، فين هو لو غاديكال؟ سي فوال، اي البريفيكس سي تي. امبورتي، الغاديكال ديال لو مو سي بور، اي لو بريفيكس سي اي ام، امبورتي. Surpasser, le radical c'est passe et le préfixe c'est sur, parce que j'ai dit surpasser. Alourdir, le radical c'est lourd et le préfixe c'est a, donc j'ai alourdir. Repasser, le radical dit le mot c'est passe et le préfixe c'est re, parce que j'ai dit non, repasser. Donc nous avons la deuxième question. Forme des mots dérivés en ajoutant un suffixe ou un préfixe. Forme des mots dérivés en ajoutant un suffixe ou un préfixe. Le mot l'homme n'a ou un anan, n'zido ya le préfixe l'ekijif l'ouel diel l'kelma, ou l'anzido le suffixe l'ekijif l'khar diel l'kelma. Donc, on a plusieurs mots. On a roulé, on a honnête, on a habituel, on a ménage, on a double. هنا غنزيدو لهم يا البريفيكس يا غادي نزيدو لهم سوفيكس. دونك عندنا غولي يعني بحال كيدور، غولمون بحال كنقولو دورات. دونك غولي، غولمون، شنو زدنا؟ زدنا ديك مون في الاخر اللي هي سوفيكس. قلنا اللي حاجه اللي كتجي في الاخر ديال
الكلمه كتكون هي سوفيكس، الحاجه اللي كتجي قبل الكلمه كتكون هي بريفيكس. دونك غولي رجعنا غولمون زدنا لها مون اللي هي سوفيكس. اونيت اونيت شنو زدنا اللي شنو رجعنا؟ رجعنا مال اونيت. شنو زدنا؟ زدنا هاد الام ا اللي هي بريفيكس. قلنا دائما الحاجه اللي كتكون قبل الكلمه كتكون هي البريفيكس، والحاجه اللي كتكون من مور الكلمه هي سوفيكس. مثلا هنا في الاولى زدنا مون هادي راه سوفيكس، ولكن فاش كنزيدو قبل من الكلمه هاد ام ا راها بريفيكس. دونك اونيت شريف، مالونيت ولات الضد ديالها ولات غير شريف. دونك اونيت شريف، مالونيت غير شريف. نشوفوا ثالث كلمه ابيتويال، شي حاجه يعني معتادنا عليها. شنو ردينا هنا؟ انابيتويال يعني الضد ديالها، عاوتاني شي حاجه غير معتاده. انابيتويال زدنا بريفيكس ايضا قبل الكلمه، دونك زدنا انابيتويال، زدنا هاد الاي ان في الاول ديال الكلمه اللي هي بريفيكس. ميناج، ميناج نضيف. شنو رجعنا هنايا؟ زدنا لها البريفيكس وزدنا لها ايضا سيفيكس. شنو ولات عندنا؟ ولات عندنا ديميناجمون، بحال انتقال مثلا كيكون في شي دار وواحد اخر كينتقل لدار اخرى، دونك هذا هو لو ديميناجمون. شنو زدنا؟ زدنا هنا دي او اكسون اللي هي بريفيكس، وزدنا هنا مون اللي هي سيفيكس. دوبل يعني اعاده، الدوبل عفوا هي الدوبل ديال الحاجه، كنقولوا الدوبل بالدارجه. هو دوبل بحال سقط. دونك اعيد، غولي غولمون زدنا هنايا السوفيكس، اونيت مالونيت زدنا هنا البريفيكس، ابيتويل انابيتويل زدنا بريفيكس، ميناج ديميناجمون زدنا البريفيكس او سوفيكس، دوبل دوبل زدنا لو بريفيكس. ندوزو لا كاسيون 3. كاسيون 3، pour chaque mot produit une phrase avec un de ses synonymes. Pour chaque mot produit une phrase avec un de ses synonymes. دونك هنا عندنا ديمو كلمات، المطلوب منا هو اننا نكونوا واحد لا فراز ونستعملوا فيها واحد من السينونيم ديال الكلمات اللي تعطاونا، يعني واحد من المرادفات ديال الكلمات اللي ديجا عطاونا. مثلا حنا كنعرفوا بان كل كلمه عندها مرادفات، يعني حنا مطلوب منا ما نستعملوش ديك الكلمه نيت في لا فراز اللي خصنا نديرو، ولكن خصنا نستعملو مرادف من المرادفات ديال الكلمه هو اللي نديرو وسط ديك الجمله. دونك هنا عندنا ا فواتور، مثلا مرادف فواتور شنو هو؟ اوتوموبيل. دونك فواتور راه نفس المعنى ديال اوتوموبيل، كنقولوا اون فواتور اولا اون اوتوموبيل. دونك حنا خدينا اوتوموبيل وهي اللي غادي نديروها في جمله. مثلا هنا عندنا ا فواتور، مامون ا اشيتي اون اوتوموبيل، مامون ا اشيتي اون اوتوموبيل، الام ديالي شرات واحد طوموبيل. حنا هنا استعملنا المرادف ديال الكلمه اللي عطاونا. ندوزو لبي، غولي. بو دو فيكول سيركول لا نوي، يعني انا قلنا غولي يعني بحال كدور اي حاجه، يعني عندها دوائر روايد عفوا وكدور، يعني تقدر تكون كاميو بيكالا طوموبيل. دونك بو دو فيكول، فيكول يعني عربات، اي حاجه عندها روايد. دونك بو دو فيكول سيركول، سيركولير عندها الميم سونس ديال غولي، يعني غولي راه هي المرادف ديال سيركولي. دونك قلنا بو دو فيكول سيركول لا نوي، القليل من العربات اللي كتمشى في الليل. دونك هذه هي الجمله الثانيه. سي بيرميسيون، بيرميسيون هي لا بيرميسيون كنقولوا هي الرخصه ولا هي لوتوريزاسيون، دونك عندها نفس المعنى ديال لوتوريزاسيون، يعني عندي رخصه. كنقول لك مثلا جي لوتوريزاسيون راه عندي رخصه، جي لا بيرميسيون راه عندي الرخصه اولا الاذن، دونك عندهم نفس المعنى وهما لوتوريزاسيون هي المرادف ديال بيرميسيون. دونك شنو درنا حنا؟ بيرميسيون درنا المرادف ديالها هو اللي غنديروه في جمله. جي لوتوريزاسيون دو كوندوير لا فواتور دو ما سور، انا عندي الاذن اولا عندي الرخصه ديال انني نسوق طوموبيل ديال اختي. J'ai l'autorisation de conduire la voiture de ma sœur. L'exercice. L'exercice. D. هنا عندنا aimé. أحبة. شنو غنديرو؟ غنقلبو على المرادف ديالها مثلا. Adore. Adorer. راه عندها الميم سونس ديال aimé. يعني نفس المعنى. غادي شنو نقولو؟ Mon frère adore conduire la moto. Aimé أحبة. Adorer يعشقو. يعني نفس المعنى ديال aimé. شنو درنا حنايا؟ مون فخيغ ادور كوندوير لا موطو، الاخ ديالي مثلا كيعشق انه يسوق لا موطو، يعني الدراجة النارية اي موطور. او بلاسي، لو فيرب بلاسي،
يعني وضع. حنايا شنو قلبنا على المرادف ديالو؟ هنا قلبنا على بوزي، لو فيرب بوزي تا هي وضع. دونك tu dois poser ce livre sur l'étagère. Tu dois poser ce livre sur l'étagère. خاصك تحط هذا الكتاب هذا في الاتاجير، يعني في داك الرف. Tu dois poser ce livre sur l'étagère. Bouquin. Bouquin كنعنيو بها كتاب. يعني شنو حنايا باش عوضناه؟ عوضناه ب livre. Dans notre bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Had livre hadi ktbou blon mghayr, ana nsit maktoub dab blon mghayr. Donc bouquin rahia livre, عندها le même sens ديال livre. داكشي علاش حنا خدينا livre كمرادف في البوكان وكتبنا ودرناها في الجملة. Donc dans notre bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Je relis l'exercice كامل. A voiture, maman a acheté une automobile. B roulait. Peu de véhicules circulent la nuit. C. Permission. J'ai l'autorisation de conduire la voiture de ma sœur. D. Aimé. Mon frère adore conduire la moto. E. Placé. Tu dois poser ce livre sur l'étagère. F. Bouquin. Dans notre bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Nous avons la question numéro 4. Repère et barre l'intrus parmi les synonymes. هنا عندنا دي سينونيم، يعني اسماء عندهم نفس المعنى او مرادفات. وشنو حنا نطلب منه هو اننا نشطبوا على ديك الكلمه اللي ما عندها علاقه بهم. مثلا ناخذ كوم اكزامبل، عندنا جونتي ظريف، ايمابل محبوب، ميشون قبيح، سامباتيك ايضا ظريف. دونك هنا جونتي ظريف محبوب ظريف، عاوتاني شنو هو الكلمه اللي ما عندها علاقه بهم؟ هي ميشون يعني قبيح. Donc, on va la méchant. La B, grand, immense, étroit, vaste. Grand, immense, kabir, immense, wesi, étroit, nan, vaste, chasse. Finalement, le mot qui est dans la zone, c'est étroit. Yani, étroit, li manda ta alaqa bad les mots, li jaw qbel. Hna, c'est doux, féroce, sauvage, dangereux. Doux, naïm, féroce, sauvage, dangereux. Doux, naïm, féroce, يعني متوحش, sauvage, متوحش, dangereux, خطير. إذا خطير, متوحش, متوحش. هنا دو ناعم، يعني شنو هي الكلمة اللي ما عندها علاقة بها؟ دونك هي دو، غادي نشطبوا عليها. دي عندنا هنا أكوردي دوني أوفخيغ، أكوردي أعطى دوني أعطى أوفخيغ منها. Refuser, رفض. شنو هي الكلمه اللي غير داخله عليهم؟ دونك refuser. غادي نعاود. gentil, aimable, méchant, sympathique. دونك هذا هو الانترو. هي هو méchant. ب grand, immense, étroit, vaste. دونك étroit هو الانترو. c doux, féroce, sauvage, dangereux. doux هو الانترو. d accordé, donné. refuser, offrir. refuser هو الانترو. دونك اعزائي متابعي قناه تعلم واستفيد، كانت هذه صفحه 191 من كتاب اللغه الفرنسيه. Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي.